لو الحكاية فيها إن فيديو حضرتك من أهالي الناس اللي من أهالي الطلبة اللي فترتهم ممتدة، أيوة. إيه تعليق على الإجراءات اللي تمت بخصوص أولادك؟ دلوقتي إحنا أصلا أولادنا كانوا قاعدين في البيت، ما كانش فيه تنسيق، يعني التنسيق وقف لحد 8 شهور، 5 سنين و 8 شهور. أنا ابني 5 سنين و 7 شهور مش من حقه يدخل المدرسة، مش صغير أو مش بيبي، يعني مش 5 سنين ومش 4 سنين، يعني صغير كبير، يعني من حقه يتعلم. احنا كنا بنقف عند المحافظ، رحنا للمحافظ، رحنا للوزير، وكنا التربيه والتعليم، رحنا في كل حته، كنا بنبات في الشارع. وهم ما تزعلوش مني، بتاع الفتره الصباحيه كانوا قاعدين في البيوت. احنا لحد عند الوزير لحد الساعه 10 بالليل. المدرسه جت وقالت لنا انا عندي فصل، لو كسبت الفصول يبقى الفصل 60، بس هم في الاداره مش موافقين. قالت لي مفيش قرار عندي اعمل كده، فلازم يجي لي قرار من فوق عشان اوافق بكده، من المحافظ، من المدير، من اي حته يجي لها قرار، لكن مش احنا اللي هناخد القرار ده. فهم يحلوا، المسؤولين فوق يحلوا، واحنا مش متضررين. اي حاجه في مصلحه اولادنا احنا موافقين عليها، ومعاكم وايدينا في ايديكم يا جماعه. وبعدين في نقطه قانونيه الحمد لله في صالحنا، ان ما ينفعش اتخاذ قرار وتنفيذه في نصف عام دراسي تاني، لازم اي قرار يطبق من اول بدايه العام، ده معروف. فده بند يتاخد في صفنا وصفهم، ان ما ينفعش ان انا اجي اطبق قرار اطبقه نص عام. يعني هو ابنها داخل في شهر 3، لا خد اللي حده، يعني ما خدش اللي ولاده خدوه في الكي جي 1 الترم الاول، ولا هيلحق، ولا هي يعني هيكمل على ايه؟ ولا هيخلص شهر 1. يبقى انت عملت ايه؟ انت عملت فتنه في المدرسه، وغير كده المدرسين متضررين، المدرسين تعبانين جدا فوق فعلا تعبانين، واحنا والموظفين تعبانين. يعني احنا كمان كاولياء امور، انا مدرسه في مدرسه ثانيه، وكل حصصي بعد الفسحه، يعني بعد 11 ونص، يعني بعد خروج الولاد باجي اجيب ابني وارجع مدرستي وارجع تاني اروح بابني، وانا اصلا جايباه الصبح وارجع مدرستي تاني. لو عندك طفل تاني بالظبط تجيبي ابنك، يعني هي مهدله بكل المقاييس. حتى الفتره الثانيه هتاخد ابنها معاها شغلها لحد ما يجي ميعاد مدرسته، ترجع توديه وتستناه ساعتين عشان ترجع تاني، يعني بكل الاحوال مفيش اي مصلحه لاي جانب. بس يعني احنا لو جه وقعد على مكتبه ولا الثانية ولا على مكتبه الحل، احنا الاصل اللي تعبانين، احنا اللي قاعدين في الشارع وعيالنا جوه، اللي معاه عيل الصبح ومعاه عيل بعد الظهر، اخد واحد اقعد فيه في الشارع لحد الساعه 3 والثاني جوه، وهم قاعدين على الكرسي، كل واحد قاعد على الكرسي مبسوط، والمدرسه عايزه تحل، المدرسه معانا احنا اللي هو اولياء امورنا، اطراف عايزين يحلوا، كل الناس عايزه تحل، والمدير اللي قاعد على مكتبه عايز يحل. احنا المفروض نعمل ايه يعني؟ نقول له ده ادينا واقفين في الشارع لحد الساعه 3، انا واحده بستنى ابني لحد الساعه 3 يا جماعه، بقف في الشارع عندي ابني كده كده لحد برايمري هنا في البنجور، لو قايلين ان هو ولا بيذاكر ولا بياكل ولا بيشرب لحد ما يجي الساعه 3، وهو كمان في مدرسه، مين يقعد معاه في البيت؟ لا يبقى انا واقفه في الشارع لحد الساعه 3، وابني كبير في البيت وابني الصغير جوه في المدرسه. ايه التشتت اللي احنا فيه ده؟ يبقى لازم حل من اللي فوق بس، واحنا بنقول يا ريت توصلي صوتنا الاعلى بقى مننا، احنا مش قادرين نوصل لحد. يبقى اللي سمعنا يا ريت يحل الموضوع، بس ما عندناش كلام نقول تاني، لان انا تعبت يا جماعه. خلاص ايمن عبد العزيز، مجلس امناء مدرسه الاوقاف التجريبيه، وكنا مع اولياء الامور وصلنا لقرار ان اقتراح الطرح بان كل الاطفال يتضموا مع بعض فترتين، فتره مسائيه وفتره صباحيه، خوفا على امن الاطفال وانهم يحصلهم اي حاجه داخل او خارج المدرسه. فكل اولياء الامور مجتمعين اقروا انهم ممكن يعملوهم فتره واحده مع تزويد الكثافه العدديه بالنسبه لكل فصل. والكلام ده هنعمله في المقترح مكتوب ان شاء الله رب العالمين، كل اولياء الامور توقع عليه، وفي الاخر مجلس الامناء هيوقع عليه كلهم، وهنطلع بيه لمكتب الوزير ان شاء الله رب العالمين. والكلام ده هيبتدي من يوم الخميس القادم بمشيئه الله. يعني يوم الخميس القادم ايه الاجراء اللي هيتم؟ احنا عاوزين منكم ورقه كامله فيها كل تفقعاتكم، كل ولي امر فيها في رقم رقم القوم بتاعته وتوقيعه بالمفهوم. صباحي ومسائي كده؟ صباحي ومسائي يا فندم، عشان نعرف نزود الكثافه العدديه، وفي نفس الوقت نعرف نطلع الكلام ده بمكتب الوزير، بحيث ان احنا استاذه زينب ما تبقاش ليها اي مسؤوليه قانونيه تجاه الوزاره، دي مسؤوليتنا احنا كاولياء امور. ماشي، وهي ادرى الناس، مصلحه مدرستها، هي مش اول مره تدير الروضه، يعني هتبقى كتير جدا جدا في الروضه يعني.